انا غادي نقول لكم ان شاء الله الحل بحال تحيدوا منه الريحه الخايبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا، أهلا بكل من كيشوف قناة سحر الطبيعة. كنقول لي مرحبا وألف مرحبا. دجاجة كنت باغا نشد ليها ولدها شي فلوس، تلبية طلب واحد المتتبعة اللي عزيزة قالت لي كنموت على الفلالس، عافاك شديه والله ما بغات تخليني، لأنه فعلا كاين دجاجة السهلة وكاين دجاجة اللي واعرة، غير كتقربي ليها الولادة عرفتي كتبغي تطرلك على وجهك، وهذه من النوع اللي قباح باسلة مع راسها ما تقدريش تقربي ليها الوليداتها، كتبغي تطرلك على وجهك. ايوا هادشي اللي كاين. هو غنقول ليها الا شديتهم شي نهار على غفله والله سلبي لك الطلب ونصورهم لك. المهم فيديو اليوم كنتمنى انه يعجبكم بحياله اللي بسيطه وزوينه، وانا متاكده انها غادي تفيد بزاف 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 البنات المبتدئات. غير خليكم في معايا في المتابعه، خليكم معايا بلايكاتكم، الله يجازيكم بكل خير. وليت كنحشم نقول لكم اللايك بصراحه، ولكن انا عارفه راسي عزيزه عليكم وما غتبخلوش عليا بها، لهذا الله يخطيكم ما نطولش عليكم اكثر، نمشيو ان شاء الله نتعرفوا على محتوى الفيديو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله في الفيديو ديال اليوم اللي تبارك الله هكا. وانا حاسه براسي كلي نشاط وحيويه، ودائما دائما كنحاول انني نتقاسم معكم ونوصل لكم هالطاقه الايجابيه باش ان شاء الله حتى نتوما هكا توليو اكتيف شويه وتوليو فرحانين وعاجبكم الحال. المهم هادشي كله بفضل الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. الفكره هو اننا احيانا كنبغيو ناخذ معلقه ديال العسل في شي وصفه، نص كاس ديال العسل، كاس ديال العسل، المهم شي حاجه اللي كنبغيو نهزو نحتاجو فيها العسل. وكتعرفوا بان العسل كيلصق لينا في الانيه اللي غادي نهزو اولا في الكاس. كتاخدي غير قطرات ديال الزيت بحال هكا بحال هكا، صافي. انا خديت غلي سقطرت عليا في الغطايه الزيت غاليه الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد. المهم بحال هكذا كدهنوها وكتجيو هنا كتاخذوا العسيله ديالكم وصافي. البنات ملي كنجيو هنايا كنعمروها، ها نتوما كتبقى تزلق، ها ما كتلصقش لكم نهائيا في الكاس اولا في المعلقه ديالكم، ها نتوما حيت فيها الزيت، ها ماشي بحال اللي كتبقى معلكه كتبقاي انت كتغسلي فيها وهذا وهي لاصق فيها العسل بسهوله، حيت هذيك الماده اللزجه كتخلي الزيت كتخلي العسل يزلق، وبالتالي ما كيشدش الكلاف في الكاس ولا في اي انيه بغيتي ما يلصقش ليك فيها العسل. كنتمنى هاد التدبيره تعجبكم ونمشي ان شاء الله للتدبيره المواليه. هنا الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم الفكره المواليه، وهو مثلا كتعرفوا هادو غير اللي كدير كشك كشك هادو اللي تيكونوا اما هنايا في الكاسكيطه، اما كيكونوا في الصنيدلات ديال وليداتنا هادو اللي كيتسدو هكا او اللي في سبرديلاتهم اولا. المهم كنلاحظوا بعض المرات انهم ما كيبقاوش يتشدوا، يعني صافي كتسخه ما كتبقاش وحده كتلطم على اختها. الحل ساهل باش ترجعوهم انهم يشدوا مع بعضياتهم، وهو كتجيو لهاد الجهه اللي كتكون حرشه هادي، حيت كاينه وحده اللي كتكون رطبه هي هادي، وهادي هي الجهه اللي كتكون حرشه. كتاخدي غير البريكي وكتسخنيها بحال هكا وتخطفي هكا حتى كتسخن وتشوك، يعني بحال تتعرفوا الميكه ملي كنديروا فيها العافيه وكنصوتوا عليها نطفيوها، كدير واحد النوع من كريكبات كحلين، كنظن ان الفكره وصلت هكا. هذه هي نفس الفكره، كنشدوا هاد الشنيتيفاتها ولا هاد الحريشات اللي ماتوا وما بقاوش حرشين، حنا كنشوكوهم اولا كنحرشوهم بالعافيه بحال هكذا، ونبقاو نتيستيو بحال هكا، نعاود نديرو هكا ونعاودو عده مرات حتى كتولي تحرش. وملي كديري هكا صافي كتلصق وكتلبط بالمره وما كتبقاش صافي، فهمتوني كنظن فهمتوني ما كتبقاش تسخه كما كنقولوا، كتولي حرشه كتشد فيها. كنتمنى ان الفكره تكون وصلت ونمشيو ان شاء الله بحول الله للتدبيره المواليه. ايوا هنايا البنات عندي واحد الطلب جاني من عند واحد المتتبعه اللي عزيزه وكلكم عزاز، قالت لي عافاك عندي فران ديال الضو ولات لي فيه الريحه خايبه. قالت لي هي على ما اظن طيبت فيه الحوت ويمكن بقات ريحه الحوت لاصقه ليها في الفران. قالت لي فين ما كندير موراه الكيك ولا ندير شي حلوه ولا شي حاجه كنشم ديك الريحه اللي لصقات ليا في الفران. انا غادي نقول لكم ان شاء الله الحل باش تنظفوا حتى نتوما الفران ديال الضو ديالكم اولا الغاز بحال تحيدوا منه الريحه الخايبه.
كتجيو هنايا الفران ديالكم، وسمحوا لي انا الفران راه ما عنديش جديد وما خدامش اصلا، الله سخسر البنات حطها في هذا الكون هذا قديم شي شويه. المهم الفكره هو انك كتحلي الفران ديالك، كتدخلي واحد الاناء اللي كيكون كيدخل الفران، انا دابا دايره غير في التبصيل، وكديري فيه الماء وكديري فيه القطع ديال الحامض بحال هكذا، كتشعليه، كتدخلي داك الاناء ديالك هنا وكتسدي وكتشعلي الفران ديالك لاعلى درجه، وكتخلي داك الماء هذا ديال الحامض يبقى يتجالب هنايا لداخل، وكي يعني الفران سخون حتى كيبدا يبان لك داك الماء بدا كيتبخر. صافي كطفي الفران ديالك وكتخليه حتى يدفى، ماشي حتى يبرد، حتى يدفى، ومن بعد كتقبطي واحد المنديل وكتمسحيه من الداخل هكا بالخل ديال التنظيف، يا ريت يكون هذا ديال التنظيف، الا ما كانش عندك ديري الاخر، المهم كان هذاك، كان هذا كان افضل. كتشدي منديل وكدوزي عليه من الداخل كامل كتمسحيه بالخل. هذه حاجه، الزاجه اللي عندك برا بغيتي تنظفيها كتاخدي جيل ديال الحلاقه اللي كيحسنوا بها الرجاله هذيك، اولا كتاخدي معجون الاسنان، كتجي كديريهم هنا كطليهم هنايا وكتقبطي شي منديل وكتبقاي تحكي، قلنا اما بمعجون الحلاقه ديال اللي كيحسنوا بها الرجال، اما معجون الاسنان. بقيت تحكي الزاجه ديالك هكا من الفوق كامله، انا مبغيتش نطبق هادشي عليه حيت ما بغيتش، حيت اصلا ما غايشعلش ليا خاسر، واصلا ما غاديش ننظفو حيت صافي غادي غير يعني خسر غادي نرميه. المهم كتبقاي تنظفي الزاجه ديالك من برا هكا، كترجع هكذا كتشعل هكذا هكذا صافي، وبهكذا غادي تزول عندك الريحه. بغيتي تعاودي العمليه تكريها جوج مرات كان احسن، صافي بهذه الطريقه غادي ان شاء الله تزول لك الريحه الخايبه من الفران، كي هذا كي ديال الفران ديال الغاز اللي عندكم. ايوا هذا الشيء اللي كاين، ونمشي ان شاء الله بحول الله التدبيره المواليه. هنا البنات يسمعكم هذه الفكره هذه اللي اغلبيه ديال المبتدئات ما كيعرفوهاش، وبغيت نديرها ليهم في بالهم، وهي الطريقه الصحيحه باش كنحكو الاشياء في هذه الحكاكه هذه. المعروف باننا نهار مثلا كنبغيو نديرو مسيمينات بالشحمه، اولا نحكو الشحمه في الكفته السردين اولا شي حاجه، كنشدو الشحمه ها هي يعني طريفات وكنبقاو نحكوها، شنو كيوقع لينا كتبقى تتبقى تعجل لينا في يدينا وكتلصق لينا حتى هنا وبصعوبه باش انها كتبغي تزول من هنايا. احسن طريقه غنعطيكم جوج طرق، الطريقه الاولى هو انك كتاخدي شويه ديال الزيت بواحد البانسو ولا غير بيدك بحال هكا، كدهني هاد السنينات هادو اللي كتبغي تحكي فيهم انت شويه ديال الزبيده، كتاخدي الشحمه وتبقاي تحكي بهذه الطريقه، ما كتلصق لك هنا ما كتعجل لك الشحمه. وهاد القضيه ماشي غير في الشحمه، حتى ملي كنجيبوا الفرماج الاحمر اولا الموتزاريلا كنبغيو نحكوها ونديروها في المجمد محكوكه كنديروا هاد القضيه هادي، ندهنوا غير بزويته ونبقاو نحكو. كاينه حاجه اخرى، نهار اللي مثلا كنبغيو نديرو لاباط في يدي وكنجيبو الزبده بعد ما كنخرجوها من الثلاجه قاصحه باش تحك لينا، كاينه طريقه اخرى، لما بغيتيش ديري الزيت هنا كتشدي ديك الزبده اللي بغيتي انت تبقاي تحكيها، كتعرفوا الزبده بصعوبه انها حتى هي تبغي تحك ليه، لان كتبقى بحراره بفعل حراره اليد وداك الاحتكاك كتبقى شويه نوعا ما كدوب لينا في يدينا وكتعذبنا. باش ما تعذبكمش كتشدوا طويسيل كديروا فيه شويه ديال الدقيق، دقيق الفورس، وكتبقاو تغطسوا ليها وجهها غير شي شويه في واحد في الدقيق وتحكوا. ملي تشوفوا عاتاني بدات كتحسوا بان بدات غادي تبدا تعجن في يديكم، نعاود نحك ليها وجهها في الدقيق ونبدا نحك، وهكذا وهكذا حتى كتنزل وما كتعذبكمش في الحكايه ديالها. كنتمنى هاد جوج الافكار اللي عطيتكم تعجبكم وتربحكم، ويلا عجبتكم ما تنساوش تخطكم لايكاتكم، جزاكم الله كل خير. هاد اللحظه هي اللي ما كنبغيهاش، ما كنصخش بكم، نقول لكم بالسلامه، ولكن ما عندي ما ندير، ما كنبغيش نطول عليكم فيديو اكثر. كنتمنى ان الافكار كلها تروقكم وتعجبكم وتكون في المستوى عند الرضا ديالكم. لهلا خطيكم عليا، لهلا خطيني من التعاليق ديالكم، من الدعم ديالكم، من الشكر ديالكم، ومن الحب ديالكم. لهذا احنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، وغادي نقول لكم مع الف سلامه.